يا سلام، والشركات دي بقى بتشتغل في الحديد الخام ولا بتشتغل في الخردة زينا؟ اكسكيوز مي هاج نزيرة، يعني ايه خردة؟ جانك. اوه يا فهمت. ايوه مستر هاج، كده مزبوط تمام، بيشتغلوا زيك تمام، بس هم بيشتغلوا بنيو ماشينز، مكان جديد، مكان متطور. انا يا بنتي نفس الحكاية، مفيش فرق الحمد لله. انا المكان اللي عندي مكان جديد برضه. يا مستر هاج، لو عايز كتالوج كتير انا عندي، انا ممكن اجيب حضرتك. عندي كتالوجات؟ It's so easy. انا ممكن اكتب لهم هما ابعتوا. انت عرفتي الكلام ده كله منين يا امينه؟ اوه نزيرة، لما كنت انا في امريكا كنت احب اروح ازور مصانع كتير، عشان الاخ وماما كان يشتغل في مصنع كبير. بس انت مهتمية بالحاجات دي قوي كده ليه؟ شاطرة، عايزة تعرف كل حاجة، مش خايبة زيكم. بابا مش قدام الاجانب. بليز بليز مستر هاج، ممكن انا اروح مصنع ازور مصنع حضرتك؟ تنوري. ثانكس. انت في اي وقت تحبي تيجي قولي بس، وحنا نبعت لك العربيه كمان. ايه ده انت لسه قاعد بهدومك؟ ده انت عمرك ما عملتها. يلا يلا الاكل جاهز، اتفضل. يلا يا اولاد يلا نتعشى. ابدأ يا اخواتك يلا. ثانكس. ايوه اتكلمنا في حكايه شغل عبد الوهاب، هتحاول تزقه على الشغل، تصوري هتخليه يجي يشتغل معايا. هي قالت لك كده؟ ايه مش مصدقه؟ لا مصدقه، ادم هي قالت كده يبقى كلامها صح، اصل يعني انا ملاحظه حاجه كده مفوره دمي. ايه لاحظتي ايه؟ ملاحظه ان الكلمه كلمتها والشوره شورتها. ده دخلت اوضه الواد بقت تقول له شيل دي واعمل دي، واقول لها حاضر حاضر. ده حقها يا فاطمه، حقها، تاتها كسر حقها. ده البنت من جبروتها عايزه تنام على السرير وتنيم الواد على السرير، ده انا هبيت فيها كنت هاكلها. دي حياتهم واحنا مالناش دعوه بيها. بل انت علي هنا، اما جينا نتجوز مش قلت لك الشقه اهي؟ هات اللي انت عايزاه وفرشيها زي ما تحبي. شفت انت اللي قلت، نطقتش انا بقى. دي الاصول يا فاطمه، ومحدش يزعل من الاصول. يعني انت شايف ايه؟ انا مع الحق. مش معنى دي يعني اللي عايزه تعملي عليها حما ومشمعه لها الفتله؟ ما انت بتدلعي جواز بناتك ومش عارفه تعملي لهم ايه ولا ايه؟ عشان ده ابني اللي ما حدش في الدنيا الا هو، عايزاه يبقى زيك. اشمعنى انت الكلمه كلمتك والشوره شورتك؟ جريه وليه هتنقي؟ الله العظيم، ومين عارف مش يمكن دي اللي تصلح حاله. ما بقاش الا الخواجات كمان اللي هيصلحوا حالنا. حسين تليفون علشان مين؟ سوزان. مش عايز اتكلم حد. يا ابني يا ابني دي طلبتك 3 مرات. معلش يا ماما مش عايز اكلمها. غير عبد الوهاب، لكن اخواته وعيلته اي حد تاني ممكن يعرفهم اكتر مني. انت معجب بيها؟ لسه مش قادر احدد. يعني في اهتمام من ناحيتك؟ ما اقدرش انكر. طب وهي؟ ما اعرفش، ما انا ما قابلتهاش غير 3 مرات بس. خلاص حاول تعرفها اكتر. ازاي يعني قابلها واتكلم معاها؟ ما هي دي المشكله. مشكله ايه؟ دي حاجه بسيطه خالص. شفتي اهو انت بتقولي حاجة بسيطة، لكن دي بقى أصعب حاجة ممكن أعملها. أبسط سؤال، هقابلها إزاي؟ وفين؟ فين؟ في النادي؟ في الكلية؟ ممكن تقابلها هنا عندي. لا 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 يا خيرية، أنا عايز المسائل تبقى طبيعية، مش عايزة تحس إن أنا اللي مرتبها. ودي تفرق في إيه؟
مش جايز هي ما عندهاش فكره. ما هي لو حست انك انت عاوز تشوفها اكيد هيبقى عندها فكره. طب وبعدين؟ لا بعدين بقى دي تتوقف عليك وعليها. امال بيقولوا عليك مقطع سمكه وديلها ازاي؟ قوي. يعني وقعت وما حد سمع عليك. اهلا، ازيك يا حسين؟ ازيك يا مؤنس؟ اخبارك ايه؟ اخباري؟ اخباري ما تصرش. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بتدوري على مين؟ حسين؟ ازيك يا حسين؟ ازيك نظيف؟ ابدا، كنت بشوف ناس صحابي بس واضح انهم لسه ما جوش. طيب لو ما عندكيش مانع تقدري تستنيهم معايا؟ لا ما عنديش مانع. قولي لي يا نظيره، انت بتيجي النادي كتير؟ ساعات. يبقى النهارده بقى من حسن حظك. ليه؟ يعني بصراحه كده كنت عايز اشوفك. خير؟ في حاجه؟ طبعا في سببين. سبب منهم انا عارفه كويس، بس السبب التاني لسه ما عرفتوش، او على الاقل مش قادر اعبر عنه. خلاص يا سيدي، سيبك من السبب اللي انت مش عارفه وقول لي السبب اللي انت عارفه. شوف يا ستي، السبب اللي انا عارفه كويس انك وحشتيني، لكن وحشتيني ليه هو ده بقى السبب اللي انا لسه ما عرفتوش. ياه، ده واضح انها مشكله، ومشكله كبيره قوي. انت شايفاها كده؟ بالعكس، انا انسانه صريحه وعارف حقيقه شعور. نظيره، ممكن اسالك سؤال من غير ما تتضايقي؟ اذا كنت شايف ان السؤال دوت هيضايقني بلاش منه. نظيره، السؤال ده يتوقف عليه حاجات كتير. لو انت شايف كده يبقى لازم تسالهولي. حقيقي يعني النهارده انت كان في ميعاد بينك وبين صحابك؟ لا ازقك انا علشان ايه تعرفي تجاوبي كويس، اتفضلي. هو فعلا كان في ميعاد، بس مش عارفه ليه انا جيت بدري. يعني اقدر اقول ان الاحساس اللي عندي هو نفس الاحساس اللي عندك؟ احساس ايه بقى بالظبط؟ بصي بقى يا نظيره، انا انسان دغري وطبيعي وتلقائي، واللي في قلبي على لساني. انا من ساعه ما شفتك وانا بفكر فيكي. انا اسف جدا اذا كنت قلت لك الكلام ده. هدي نفسك، في ايه؟ ما هو من حق كل انسان انه يعبر عن عواطفه زي ما هو عايز، المهم انه ما يضايقش اي انسان تاني. يعني انت ما اتضايقتيش؟ انا لو كنت اتضايقت كان زماني مشيت وسبتك واقف لوحدك. طيب يعني من غير بس ما تبوسيني؟ تعالى. يعني لو حبيت اشوفك تاني اشوفك ازاي؟ قول لي، انت انسان قوي ولا ضعيف؟ والله بقى انت شايفه ايه يعني؟ تقصدي ايه؟ هقول لك يا سيدي، لو انت انسان قوي هتسيبني لحد ما انا اتصل بيك، وانت مش هتتصل بيا. اما بقى لو لقيتك انسان ضعيف هتتصل بيا انت من غير ما اتصل بيك. ايوه بس انت عارفه ان انا ما اقدرش اكلمك في البيت. تقدر تكلمني عن طريق الدكتوره خيريه. على العموم انا هديلك كل نمر تليفوناتي. وانا هستنى تليفون من الدكتوره خيريه. قول لي، انت قوي ولا ضعيف؟ لا في حجمك انت ابقى قوي جدا. مع السلامة. ماما، كنت بتكلمي مين؟ دي خالتك. طيب أنا ما جاليش مكالمات. أيوه فكرتيني، سوزان اتصلت بيك وتقولك زعلانة منك علشان ما بتحاولش تتصل بيها. مفيش حد تاني كلمني. سامية كلمت وبتقولك نمرة تليفونها اتغيرت وسابت لك نمرتها الجديدة. يا ماما سيبك من كل دول، انا ما جاليش مكالمات تانية. يا ابني مش معقول، ده انت عايز لك سكرتير علشان مكالماتك دي. فهمني، هتفضل على الحال ده لامتى؟ حال ايه بس يا ماما؟ حال ايه؟ تعرف دي وتسيب دي؟ فهمني ايه اخرتها؟ اخرتها ان الاقي الانسانه اللي ما اقدرش اسيبها، وساعتها هبقى عايز اسمع صوتها في التليفون كل يوم. خلاص شد حيلك وربنا يديها لك. يا سلام بالسهوله دي. يعني انت يا ماما فاكراني هنزل الشارع كده اقوم الاقيها فجاه؟ دي ساعات يا ماما تبقى جنب الواحد ومش حاسس بيها. بس انا مش شايفه واحده جنبك ما انتش حاسس بيها. ده انت بسم الله ما شاء الله كل اللي حوالينا حاسس بيهم. طب ايه رايك بقى يا ماما ان فعلا كان في واحده جنبي ما كنتش اعرف عنها حاجه؟ يمكن علشان ما كنتش بشوفها. ها؟ مين دي؟ لا مش على طول كده. اشمعنى دي بقى اللي مش راضي تكلمني عليها؟ لسه يا ماما لما اتاكد منها الاول.
تبقى هي دي بقى اللي ملخبطك اليومين دول. انت يعني شايفه ان انا متلخبط؟ يعني ما انتش حاسس بكده؟ مش عارف بقى يا ماما، على العموم انا لو سمعت صوتها هبقى اسعد مخلوق في الدنيا. يا ابني ما انت دايما بتقول الكلام ده، وبعدين تعمل ودن من طين وودن من عجين وتبقى مش طايق تسمع صوتها. لا 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 لا، المره دي حاجه تانيه خالص. معقوله اعرفها؟ يعني تعرفيها وما تعرفيهاش. الله، فزوره دي بقى ولا ايه؟ فعلا فعلا يا ماما هي الفزوره، بس مش هيحلها الا التليفون. اصل انا كنت بكلم الدكتوره خيريه. طب ما انت النهارده كنت معاها في الجامعه. ما انا كنت معاها في الجامعه، اصلها قالت لنا نقرا كتاب وانا نسيت اسمه. طب ما تطلبيها، مستنيه ايه؟ لا بقى، ما انا لقيتها مشغوله. ايه مش هتطلبيها؟ لا اصل انا عندي بحث لازم اخلصه. عن اذنك. تحبي اكلمها لك انا؟ لا، وقت تاني ابقى انا اكلمها. بطوط، انا بحبك. انا كمان بحبك اكتر، بس هاتي من الاخر. انا عايزه تليفون. اصدق اهو. لا انا عايزه تليفون في اوضتي. اشمعنى انت يعني اللي دون عن اخواتك كلهم اللي عايزه تليفون في اوضتك؟ عشان انا محتاجه له جدا يا ماما، جدا. ساعات ببقى عايزه اسال صحابي على حاجات مهمه، وكمان عشان اكلم الدكتوره خيريه. ما جراش حاجه، ابقى اتكلمي من هنا. ما هو ما ينفعش اتكلم من هنا. يا عدم نفعه بقى، هو ده مش تليفون والتانيين تليفونات؟ تليفون بس يا ماما، ببقى عايزه اتكلم بالليل وانتوا بصراحه بقى بتبقوا نايمين. وانت يا اختي ايه اللي زنقك تتكلمي بالليل واحنا نايمين؟ علشان اسال صحابي، اسالهم على حاجات مهمه في المذاكره. وبعدين كلهم بيعملوا كده. انا ما اعرفش، انا بقى في كلهم بيعملوا كده ماليش في الكلام ده. ما يجي ابوك بتفهمي معاه. ابويا؟ لا، ما انت عارفه بابا ممكن يرفض. من امتى يا اختي؟ ده انت دلعته ملسانيه. انا قلت مفيش تليفون هيركب في اوضه اي واحده منكم. بس انا محتاجه له ضروري جدا يا بابا. خلاص، يبقى اتكلمي من التليفون اللي في اوضه اخوك. اتكلم في تليفون عبد الوهاب ازاي بس؟ زي كل الناس، ارفعي السماعه ودوري القرص. مش هو تليفون زي كل التليفونات؟ مش قصدي يا بابا، بس عبد الوهاب كلها كام يوم ويتجوز ويجيب مراته، هفضل اضايقهم كل شويه. ايوه صحيح، ايه اللي تتكلم في تليفون عبد الوهاب ده؟ يعني يتخش عليها ومراته كل شويه؟ وانا ما عنديش بنات تتكلم في التليفونات في انصاص العيال. يعني انا هكلم مين يا بابا؟ هكلم زمايلي، هكلم الدكتوره خيريه. ان شاء الله هتكوني تكلمي الجن الازرق. انا قلت مفيش تليفونات. انا عايزه افهم بقى، اشمعنى السنه دي اللي عايزه تركبي تليفون في اوضتك؟ سامع يا بابا؟ ايوه حقيقي. ما كنا بنذاكر يعني زينا زيك، ما كناش بنرغي في التليفونات ليه؟ انت قصدك ايه؟ خلاص بقى منك لها، الموضوع ده انتهى خلاص. خلاص يا بابا، بس لما بسقط ما تبقاش تزعل. هتسقطي لنفسك هتنجحي لنفسك، وبعدين التليفون هو اللي هينجحك. ايوه ايوه ايوه. الو. نقوله مين يا فندم؟ طيب دقيقة واحدة حبيبتي. حسين، حسين تليفون علشانك يا حسين. ايوه يا ماما. ايوه مين؟ واحدة اسمها نظيرة. مين؟ نظيرة. نظيرة؟ نظيرة مين دي يا حسين؟ بعدين بعدين يا ماما هتعرفي. الو. يا ماما. ايوه نظيرة. قولي لي انت بتتكلمي منين؟ من الشارع؟
معقوله عبد الوهاب هيتجوز يوم الخميس؟ طب بقول لك ايه يا نظيره، هشوفك ازاي؟ تعرف انك وحشتني قوي؟ تعرف ان انت سبب في الوحشه دي؟ بقالك 5 ايام ما كلمتنيش في التليفون، ليه بقى؟ كنت فاكره اني مش قوي؟ كنت عايز اعرف مين فينا اقوى من التاني لحد ما اتاكدت انك قوي وخليتني انا اللي اكلمك. طيب ايه رايك بقى دلوقتي نتفق على يوم تيجي تشوفي فيه المكتب بتاعي عشان تبقي عارفه عني كل حاجه؟ صباح الخير. صباح النور يا حاج. قول لي يا خضير، ما تعرفش وكاله محفوظ سردينه مقفوله ليه؟ اسالك يا حاج. انا خايف للراجل يكون عيان ولا حاجه، ده مهما كان نسيبنا وكلنا مع بعض عيش وملح. اطلبه في البيت بس ما تقولش انت مين. اطلبه في اي بيت يا حاج؟ جريه هلا، في بيت المهندسين عند الست الاولى. بس انا سامع ان هو اليومين دول عند الست فوزيه. ايه ده؟ معقول؟ معقول محفوظ يقدر يبعد عن لولا؟ ما هم متخانقين يا حاج. يا سلام، وانت بقى عرفت الكلام ده منين؟ هو في حاجه بتستخبى في الوكاله؟ استرها معانا يا رب. طيب اطلبه عشان نطمن عليه. حاضر. صباح الخير يا معلم. صباح الفل. الو، ممكن اكلم محفوظ بيه؟ شركة النيل للسباكة. ايه؟ نسافر برا؟ ويرجع امتى ان شاء الله؟ متشكرين قوي. وده مسافر برا يهبب ايه؟ ليه زي ما انت قلت يا حاج، تعبان شوية ومسافر برا علشان يحلل. اصل كل واحد اليومين دول يتعب يسافر برا علشان يحلل. كل شيء جايز. وقال يا خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. انت جبت المكتب ده منين؟ المكتب ده كان بتاع عمي واداهولي. اتفضل. اهلا اهلا يا باشمهندس. كويس كويس كويس. باين عليك ما بتجيش هنا خالص. تقريبا واضح. اتفضلي اتفضلي. اتفضلي. تعرفي يا نظيره، فعلا جايز ما كنتش باجي هنا كتير، بس ده لان مفيش دافع اعمل اي حاجه. طب انت ليه خدت المكتب ده من عمك؟ اقول لك، لان في شبان كتير لما بيتخرجوا بيبقى عندهم احلام وطموحات، انا بقى واحد منهم، لكن الوظيفه قتلت كل ده. طب ما انت ممكن تحيي امالك من جديد. افتكر ان دلوقتي ممكن. اشمعنى دلوقتي؟ وليه مش قبل كده؟ لاني لقيت الدافع. ده كلام روايات، انا بكره كلام الروايات. بتكرهي كلام الروايات؟ ايوه. خلاص نقلب الصفحه. حضرتك تحبي تاخدي ايه؟ عندنا قهوه، شاي، جنزبيل، قرفه. بس بس بس. انا لما ابقى عايزه حاجه هقوم اخدها بنفسي. خلاص براحتك. انا بس كنت خايف تقولي عليا بخيل ولا حاجه. انت بخيل على نفسك. يعني ايه؟ يعني مش عايز تعمل نفسك كيان. ما قلت لك خلاص يا نظير، انا لقيت الدافع. ايه؟ من غير اسمعني يا حسين. انا مش عايزاك تكون زي شبان كتير غيرك ما بيحاولوش يعملوا لنفسهم شخصيه وكيان الا لو في واحده وراه. هما مش بيقولوا وراء كل عظيم امراه تهد ما بناه؟ ايه؟ لا ما اقصدش، انا بهزر. مش بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه. انا بقى مش مقتنع بالكلام ده. ليه الواحد ما يبقالوش شخصيته المستقله من غير ما اي حد يكون وراه؟ يعني تقدري تقولي انه نوع من الكسل، او لان مفيش هدف محدد. انا رايي ان الطموح ده طبيعه. انا مثلا دخلت الجامعه كان ممكن قوي اكتفي بالثانويه العامه واتجوز واقعد في البيت زي ما اخواتي كلهم عملوا، لكن هم وارثين طبع ماما، طبع الست القدريه، الست البسيطه المستسلمه لقدرها. انا بقى وارثه طبيعه بابا، عشان كده انا مصره وهفضل اصر طول عمري اني اوصل للي انا عايزاه. ياه، ده انت مشكله كبيره قوي يا نظيره.
عايزه تبقي زي والدك كده مره واحده. يا سلام، وليه لا؟ والدك ده معجزه بشريه، استثناء من قاعده. بابا هو اللي صنع المعجزه، مش المعجزه اللي صنعته. تعرفي يا نظيره ان كلامك مظبوط. هروح انا بقى. يلا على فين؟ ايه هنروح بقى. تروح ايه؟ انت تقعد تشوف شغلك. عارفه انا فعلا كان عندي شويه حاجات مخططها كده زمان. يا ريت، اقعد شوفها بقى، يمكن ربنا يفتح عليك. باي باي. باي باي يا نظيره. الو، اهلا، ازيك يا حسين؟ انت فين يا ابني؟ مختفي فين اليومين دول؟ طب بقول لك ايه، ما تنساش بقى الميعاد بتاع بكره بتاع الشهر العقاري. ايوه، عشان نكتب الكتاب. ايه، مين اللي قالك؟ هيكون مين يعني؟ عبد الوهاب. خيريه طبعا. على العموم يا سيدي، مبروك مقدما. ايه، اشهد على العهد. ده شرف كبير يا عبد الوهاب، انت عارف انا ما عنديش عازم منك. الساعه كام؟ خلاص هعدي عليك. ربنا يتمم بخير. مع السلامه. مع السلامه يا عبد الوهاب. مين ده اللي هيتجوز يا حسين؟ ده عبد الوهاب. يعني ما عزمناش. مش لما يعزم والده ووالدته الاول؟ خلاص نويت؟ ايوه ماما، بكره ان شاء الله. برضه مصر انك تروح لوحدك؟ ما انا قلت لك يا ماما احنا مش عاملين اي حاجه. حاجه ايه يا ابني اللي انتوا عاملينها؟ هو انا مش من حق افرح بيك؟ ليه يا ماما؟ هو انت مش فرحانه؟ افرح ازاي يا عبد الوهاب؟ عايز نفرح ووحيد اللي طلعت من الدنيا بيه هيتجوز كده سكتي يا ابني؟ طب اكلم لك ابوك. ماما لو سمحتي اوعي تكلميه. ليه يا حبيبي؟ ليه يا ابني؟ ده ابوك، انت بتعمل كده ليه بينك وبينه يا حبيبي؟ معلش يا ماما انا كده مستريح. مستريح ازاي يا عبد الوهاب؟ عايز تروح يا ابني فرحك متزعزع لوحدك كده بطولك؟ يقولوا عليك ايه؟ مقطوع من شجره. مين دول اللي هيقولوا يا ماما؟ ده مفيش غيري انا وحسين والدكتور مؤنس ومراته واختي نظيره. وش معنى نظيره اللي هتاخدها معاك؟ الباقيين دول مش اخواتك؟ اكملي نظيره يعني تعرفهم كويس وحضرت الموضوع من الاول. طب خد ابوك معاك. اوعى وقت تكون مستعر منه. ماما لو سمحت بلاش الكلام ده، انا خلاص قررت. قررت ده ايه يا ابو قررت؟ اقول لك انت حر، بس خلي بالك يا عبد الوهاب، اللي بتعمله ده ما يرضيش ربنا يا ابني. انت هتروح وانا قلبي غضبان عليك. بكره تعرف كلام امك ده. تسلم ايدك. روح انت، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه يا سيد. بس انت طول عمرك تعرف الاصول يا حاج، يعني ايه يتجوز من غير ما ياخد اهله معاه؟ دي حتى نفيسه زعلانه قوي يا حاج. طبعا عندها حق، مش اخته وعايزه تفرح باخوها. بقول لكم ايه، سيبونا كلام في الموضوع ده وخلينا نشوف شغلنا. انما هو ما كتبش ليه كتب الكتاب عندكم في البيت؟ وبعدين معاك يا سيد، انا مش عايز كلمه زياده في الموضوع ده. ماشي يا حاج. قول يا خضير. ايوه. عملت ايه في المزاد بتاع شركه مستورد؟ رحت النهارده ودفعت التامين. عال، عرفت مين داخل قدامنا؟ بكره ان شاء الله يا حاج هجيب لك كل الاسماء. اسمع، احنا عايزين ندرس المزاد ده كويس قوي، تفتح عينيك كده وتفنجلها، مش عايز المزاد يضيع مننا. طمن يا حاج. اتكل على الله انت. الو، يا فاطمه. لا اله الا الله، لسه بتعيطي؟ خلاص نصيبنا كده،
اسمعي اسمعيني بس، انا عايزك توضبي لهم الاوضتين كويس قوي، وتعملي حسابهم في عشاء ليهم لوحديهم تحطه لهم في اوضتهم. ايوه، عشان لما يرجعوا بالليل متاخرين يلاقوا لقمه ياكلوها. انت عايزه حاجه؟ طيب مع السلامه. الو 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 يا فاطمه، كويس انك معايا. اسمعي، مش عايزك تعيطي قصاد العيال ولا حتى تبين انك زعلانه. طبعا المفروض انك فرحانه عشان النهارده ابنك بيتجوز. سمعاني يا فاطمه؟ طب مع السلامه. انت عبد الوهاب. ايوه ماما. خد دول خليهم معاك. لا ماما انا مش محتاج. خد ما توجعش قلبك. معلش يا ماما لو سمحتي. يلا يا نظيره. شاهد على العقد ممكن اعرف انا ايه اختصاصاتي بعد كده؟ ها انا اقول لك يا حسين اختصاصاتك. اولا لازم تكون حمامه سلام، يعني تنهي اي خلاف لا قدر الله. يا اخي لا قدر الله. ثانيا تقدر تحل اي خلاف يحصل، والا تبقى شهادتك باطله او شهاده مزوره. فهم؟ ليه بقى؟ هو انا مغسل وضام الجنه؟ المفروض انك شاهد، يعني عارف ان الجوازه دي جوازه ناجحه. اه على كده بقى دي توريطه. يا عيال انت يا بت انت وهي حد يرد على التليفون؟ يا سنيه يا بهيره يا بالغلب عليا وعلى سنين. نعم حد يرد على التليفون؟ لكن فوكي عايز حاجه، ايدي مش فاضيه. حاضر. ترى عامل ايه يا عبد الوهاب يا ابني دلوقتي؟ يعني هيكون عامل ايه يا ماما؟ زمانه بيكتب الكتاب واخر انبساط. مش عارفه اعمل لهم ايه، اعمل لهم رز بلبن ولا اعمل لهم مهلبيه ولا اعمل لهم ايه؟ مش عارفه. ليه يا ماما ده؟ هو في عرسان ياكلوا رز بلبن ليله فرحهم؟ ايه يا اختي؟ اذا كان ابوك الحاج عبد الغفور البرعي بجلاله قدر وليله فرحه واكل رز بلبن. يا ماما يا حبيبتي الكلام ده كان على ايامكم، دلوقتي العرسان بيجيبوا لهم تورته. بس يا بنت بلا قله قيمه. مين يا سناي؟ ده ابويا. ولما هو ابوك يا اختي ما ندهتليش ليه؟ كان عنده شغل، وبعدين هو بيسال عبد الوهاب راح ولا لسه. يعني عليك يا عبده هيتجنن على ابنه. قال على راي المثل قلبي على ولدي اتفطر وقلب ولدي عليا حجر. ما قلتليش ليه يا اختي جبت ورطايه عشان الميله تستريح؟ ايه شربات؟ ألف مبروك. عقبالك يا حسين. شربات العريس. اتفضل يا عريس. متشكر يا دكتور. تسمعوا تقولي لي بقى تتناقشوا في ايه؟ ده وقته؟ أنا ماليش دعوة، ابن خالك هو اللي نكشني. مش كده يا عريس؟ على فكرة يا جماعة كلامكم ده بيلغي شخصيتنا خالص. إحنا أصحاب القرار. أما بقى بالنسبة للإجراءات فلازم لها شهود ودي مش مشكلتنا. طب بذمتك يا مؤمن، بذمتك. أنت فاكر مين اللي شاهد على عقد جوازك؟ اللي حقيقي مين اللي شاهد على جوازنا الخيرية؟ بصراحة مش فاكرة. طلعت مش عارف. عرفتم بقى المهم قوي الجوهر مش الشكل. وانت بقى يا نظير رأيك ايه في الموضوع ده؟ بتفكرني بمسرحية قريتها لشكسبير اسمها جعجعة بلا طحن. قريتها؟ نظيرة خفي على حسين، حسين ملوش بالأدب. لا 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 أنا طول عمري أعرف إن الأدب فضلوه على العلم. عبد الوهاب، عبد الوهاب هما اتكلموا على إيه؟ بيتكلموا في الأدب.
طيب يا جماعة، ايه رأيكم في المثل اللي بيقول العروسة للعريس والجري للمتعيس؟ العروسة واضحة بقى يحسس عليها كده برضو يا خيرية. طيب اذا كان كده بقى يبقى انا لازم اجري دلوقتي. الف مبروك يا جماعة، ولا عايزيني كمان اوصلكم العيش الزوجية؟ لا خلي عنك، انا ومؤنس هنوصل. طبعا، ما انت بقيتي دلوقتي ولا بلاش احسن، انت بتزعلي. مبروك يا مين. شكرا. الف مبروك يا عبد الوهاب. الله يبارك فيك يا حسين. ودلوقتي يا جماعه بقى بصفتي انا المتعوس الوحيد اللي فيكم لازم امشي دلوقتي. انا كمان لازم امشي. تروح لوحدي؟ انت فاكرني قليل الذوق ولا ايه؟ مش انا اللي جايبكم برضه؟ ولا يعني علشان بقيت متعوس؟ اتفضلي. الف مبروك يا جماعه. مع السلامه يا عبد الوهاب. تفتكر يا عبد الوهاب اخويا لاحظ حاجة؟ وحتى لو لاحظ، ايه المشكلة؟ ما انت عارف عبد الوهاب وتفكيره. هو حر في تفكيره، يفكر زي ما هو عايز، بس مش من حقه انه يفرض تفكيره ده على أي حد، ولا أنت مش معايا؟ أنا معاك، وإلا ما كنتش نزلت معاك وسبتهم. أنت خايفة من إيه؟ أنا مش خايفة، كل الموضوع إني بحب أحافظ على مشاعر غيري. نظيرة، إحنا ما بنعملش حاجة غلط. أفهم من كده إنك عمرك ما عملت حاجة غلط؟ يعني بس بصراحة أنا أحبك تسمعيها مني أحسن ما تعرفيها من حد تاني. ببساطة كده؟ أنت مش عايزة الصراحة؟ يعني هتقولي على كل حاجة؟ يهمك الماضي؟ بس ما أحبش إني أكون جزء منه. أنت المسؤولة. يعني إيه؟ يعني ممكن تبقي جزء منه وممكن تبقي الحاضر. مش شايف إنك مغرور قوي؟ بصراحة معذور. ليه بقى؟ يعني في برضو واحد تبقى واقفة جنبه بنوتة زي القمر كده وما يبقاش مغرور. بس تعرف عاجبني. بقولك ايه، انت هتروحي فين دلوقتي؟ البيت طبعا. بيتي ولا بيتك؟ هنهزر؟ لا والله ابدا، انا بس كنت عايز اخلي ماما وبابا يشوفوك. يا سلام، ليه بقى فرجه؟ لا، كنت عايز اعرفهم ان ابنهم ذوقه حلو. وقبل كده ما كانوش يعرفوا ان ابنهم ذوقه حلو؟ لا، قبل كده بصراحه انا ما كنتش مقتنع. اشمعنى؟ اهو. طب يلا بقى، لحسن انا اتاخرت قوي. اتفضلي. ميرسي. قولي لي الاول هشوفك امتى؟ هكلمك في التليفون واقول. عارفه يا نظيره، انا حاسس ان انا بقيت انسان تاني خالص. شكرا. شكرا يا ماما. عقبالك يا حسين. ايوه يا ماما، ادعي لي بقلب كده. الله الله الله، اول مره اسمعك تقولها بالحماس ده. اعمل ايه بقى يا بابا، مش بايدي. امال بايد مين؟ ماما بقى تقول لحضرتك. ايه الحكايه؟ انتوا مخبيين عليا حاجة ولا ايه؟ انا ما كنتش عايز انطق الا لما يتكلم هو. ويا ترى تبقى مين بقى؟ خلاص بقى يا ماما، هي عجباه. انا عارفة جات ليه من انهي نصيبة دي؟ ما هو انت السبب. انا اللي بقى يا اختي؟ مش انت اللي اسنانك وجعتك جابوها لك تعالجك؟ امر ربنا بقى، اعترضي. ده كله من اللي تنشك دي سحابة، سحبتها وجابتها لغاية عندنا هنا. طب الحق عليا، يعني كان لازم اسيبك عيانة؟ خلاص الكلام ده ما منوش فايدة. اتأخروا يعني، ما جوش لحد دلوقتي. احنا مش هنتعشى الليله ولا ايه؟ يا اخويا ومين له نفسه يتعشى في ليله غم زي دي؟ لا اله الا الله، انت مش كنت عايز ابنك يتجوز؟ خلاص اهو اتجوز، عايزه ايه تاني؟ جوازه عن جوازه تفرق يا اخويا؟ ايش جاب بطه بنت اخويا اللي لها اسمين دي؟ لا بقى يا ماما، مالكيش حق. الله، عايزه تجيبي بطه زي امينه؟ هي اي نعم يعني دمها تقيل، بس اسمها برضه دكتوره وامريكانيه. عشان بنت اخويا انا غلبانه، وانت اصلا ابوكي كان ايه من الاول؟ بقول ايه؟ هتعشوني ولا اخش اتخمد؟ يلا اقعد اتعشى يا بط. لا يا بابا، ماليش نفس. سيب فاطمه في حالها. ازاي هي لسه زعلانه؟ وهي من امتى يعني امها فرحت؟ دي مقهوره قهره سودا. ما هو انت السبب، انت السبب يا فتحيه.
يا ما قلت لك بلاش كلام في الموضوع ده، ما سمعتيش كلامي. انا السبب يا سيد القشري؟ ايوه انت اللي قعدت تزن على مخ البيت وتعشميها. انا ما اتكلمتش في حاجه الا لما لقيت ميل من ناحيه اختك. اختي؟ اذا كان ابوه اللي كل الناس بتعمل له حساب مش قادر عليه، ده حتى ما استعنهوش وعزمه في كتب الكتاب. تعالى يا بوسي ما تبقاش قماص، تعالى ما تتقمصش، تعالى يا بوسي ما تتقمصش، هسميك سيد القماص. يا اخويا انا مش عارفه الواد ابن اختك ده انط قوي كده ليه؟ انط شامل مناخيره لفوق ليه؟ طالع لمين مش عارفه؟ لا ولا مكونه يعني ولد على الاربع بنات متفرع عن الفرعانه السودا دي؟ ده واد غريب قوي يا فتحيه، غريب. مش همه فلوس ابوه ابدا. ما طلبش قرش من ابوه في جوازه. زاهد في الدنيا خالص. بكره الخواجه يتفتح عينيه ويسحب بالتلول اللي على قلبه. لا ما افتكرش. الحاج عبد الغفور ما يطلعش القرش الا بمزاجه. وكلمته لازم هي اللي تمشي. عايز تقولي ان الجوازه دي جايه على هوا الحاج؟ وما قالش انه مش مبسوط. ما انت عارف جوز اختك ما يقولش الاه، يفضل كاتم في نفسه يرحمه لحد ما يطق. هو ملوش دعوه بالمواضيع دي، بيقول كل واحد حر في جوازه. واديكي شفتي لما بنته نوفا وافقت على خضير ما فتحش بقه. نعم يا الدلعادي، وهم كانوا يطولوا عريس زي ابنك خضير. اشمعنى بتقولي كده دلوقتي؟ يعني عشان خاطر بنت اختك؟ لا، عشان خاطر بنت الحاج عبد الغفور البرعي. عبد الغفور خرده، انما انا ابني بقى معاه شهاده، الف بنت تتمنى ضفر رجله. حد من ولاد اختك استحصل على شهاده زي اللي مع ابني؟ وهي الشهاده هي اللي جوزت ابنك؟ الشهاده والحبتين اللي انا عملته. والحبتين بتوعك دول ما نفعوش مع بنتك ليه؟ يعني تقدر تقول اسمه النصيب. ايوه ادنتي قلتيها، اسمه ونصيب. يا ريت بقى تفضيها سيره وتفطمي بنتي. يا عيني على بختك الاسود يا فاطمه يا بنتي. يا وليه استهدي بالله وتعالي نامي، هتفضلي طول الليل رايحه جايه كده زي شوشيه الدوريه. في ايه؟ مش هطمن على ابني؟ يعني هو هيكون فين؟ ما هو مع عروسته. طب نام، نام لو عايز تنام، نام انت بقى. اهو جه. ايه؟ رايحه فين؟ هطمن على الواد. طب اسمعي، مالكيش دعوه بالبنت، ما تنكديش عليها ليله فرحها. دي مهما كان وحدانيه وملهاش حد، يعني بلاش شغل الحموات. يا اخويا ما بنشوفش حاجه من الحنيه دي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت يا حبيبي؟ ايوه ماما. الحمد لله على السلامه يا حبيبي، الف مبروك. الله يسلمك. ايه ده؟ ايه بتجي في الارض؟ ايه بتجي في الارض؟ ما خليتش عوادي يطلعها لك ليه؟ ماما انت مش هتقولي مبروك لأمينة؟ مبروك يا حبيبتي. ثانكس مام، متشكره قوي. حبيبي لو احتجت اي حاجه كل الحاجات عندك والاكل في الاوضه، ما تتكسفش مني، ابقى صحيني، انا صاحيه اساسا، في اي وقت ابقى خبط عليا. حاضر حاضر يا ماما. في اي وقت ابقى خبط عليا حبيبي، انا مش هنام طول الليل، انا صاحيه للصبح. حاضر حضرتك بس اتفضلي. مام جود نايت. عيني يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ جود نايت. لا يا ماما، دي بتقول لك تصبحي على خير بقى. وانت من اهل سيبي الهبابه دي. الله، ما قلت لك ظهرك يوجعك. ما تساعديه يا حبيبتي، ما هو جوزك يعني، ده انا يوم فرح شلت وقت هدوم قد كده طلعتها على السلام. اتفضلي اتفضلي يعني.